وتنضم معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله وحيا مشاهدكم الكرام. حياك الله. منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير قالت أن عمليات التعذيب تتفشى في العراق بشكل كبير، وذلك لانتزاع اعترافات بالإكراه من قبل المعتقلين. كيف رصدتم هذه الانتهاكات؟ وهل لديكم أي إحصائيات عنها؟ وهل وصلت إلى حد الظاهرة؟ نعم، بالتأكيد هي ظاهرة، وهو نهج أيضا تنتهجه القوات الحكومية، وليست القوات الحكومية فقط، الميليشيات المسلحة الطائفية في العراق، جميعهم ينتهجون نفس النهج، ألا وهو التعذيب بمختلف الأساليب، سواء التعذيب الجسدي أو النفسي أو حتى الإيذاء بالألفاظ النابية وغيرها. الكثير من حالات التعذيب تم رصدها، وفي مختلف يعني السجون ومختلف الأماكن الاحتجاز، سواء سرية أو علنية، والحقيقة شهادات المعتقلين يعني تثبت ما يحصل لهم من عمليات تعذيب. الحقيقة لا توجد هناك أي إحصائيات، لأنه المفروض الحكومة العراقية هي التي تفصح عن الأرقام وتقدم إحصائيات بمن تعرضوا للتعذيب، خاصة وأن القاضي له علم بهذا الموضوع، ويعني المتهم يعني يوضح للقاضي ما تعرض له من أنواع الإيذاء الجسدي، وأيضا يعني يعطيه أدلة بوجود العلامات على جسده، ومع هذا القاضي يعني يتناسى هذا الموضوع ولا يأخذه بعين الاعتبار. المسؤول الأول والأخير عن مثل هذه الإحصائيات هو الحكومة، ولكن هي في الحقيقة ظاهرة متفشية للغاية كما أوضح تقرير هيومن رايتس ووتش. نعم. أين موقف النيابة العامة؟ أين القضاة من هذه الظاهرة، ظاهرة التعذيب في العراق؟ أليس القانون يمنحهم سلطة التفتيش والمراقبة والمعاقبة إذا ما ثبت التعذيب على المتهمين؟ مع الأسف الشديد يعني لا يتخذ القاضي، حتى لو عرف أن هناك يعني قد مورس تعذيب ضد أي متهم أو أي معتقل، لا يتخذ أي إجراء. ربما يعرض يعني المعتقل او المتهم على طبيب، ولكن ليست هناك اجراءات رادعه، لا توجد هناك عقوبات يتم من خلالها معاقبه من يقومون بهذه الممارسه، وخاصه وانها يعني تعتبر انتهاك لحق من حقوق الانسان، بل هي تبقى الى جريمه. القاضي يتغاضى عن هذا الشيء، ولا يهمه الا ان تكون هناك ادله ويتم اثبات الاتهام ضد المتهم، بل أن القضاة أنفسهم هم طائفيون، وأيضا ينتمون إلى أحزاب طائفية هي تريد أن تسيطر على المشهد في العراق وتسيطر على مقاليد الحكم، فكيف لهم أن يعاقبوا من يمارس التعذيب، خاصة وأنه ينفذ أوامرهم وينفذ ما يعني ما يعطونه وما يصدرون له من تعليمات؟ يعني المتهم من هنا يعني ضحية كبيرة، لأنه لا يوجد أيضا يعني من يعني يسانده فيما ارتكب ضده من عمليات. دكتورة، أين قضية المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا ما متعارف عليه في كل دساتير العالم؟ مع الأسف الشديد يعني في العراق المتهم مذنب إلى أن تثبت براءته، يعني العكس هو هذا الذي يحدث في العراق، ولهذا هم يستخدمون كافة أنواع أساليب التعذيب من أجل أن يخضع المتهم وأن يدلي باعترافات تحت التعذيب، من أجل أن يجدون ضحية يلبسونها التهم الجاهزة، خاصة وأنهم لا يستطيعون العثور على الجنات الحقيقيين، أو أن الجنات هم أصلا من الأحزاب أو أصلا من الميليشيات التي لا يستطيعون القبض على أي فرد أو عنصر منهم، ولهذا يتم استجلاب الأبرياء وإعضاءهم لهذا التعذيب من أجل أن يعني يتم التوجيه الاتهام لهم، بالتالي يعني ينالون عقوبات تصل إلى أقصى أنواع وهي الإعدام. نعم. إذا كان التعذيب هو وسيلة القوات الحكومية لانتزاع الاعترافات،
فهل تعتقدين أن هذه الاعترافات يعتد بها أمام القضاء وهل يصدر على إثرها أحكام؟ هذا معروف في العالم كله أن المتهم أو المعتقل إذا تعرض إلى تعذيب فإنه لا يتم يعني الاعتماد على الاعتراف. الاعتراف هنا جاء بالقوة وجاء تحت مختلف أنواع الترهيب، وهذا لا يصح ولا يعتد به. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كان هناك اعتراف بإرادة المعتقل أو السجين، هناك أدلة وهناك إجراءات تحقيق من أجل يعني إثبات هذه التهمة، وليس فقط الاعتماد على الاعترافات، خاصة في الظرف في العراق مع وجود هذه الأساليب الوحشية من التعذيب. نعم، هذه الأحكام قد تصل إلى الإعدام، ما موقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية من هذه الإعدامات؟ المنظمات الحقوقية في الحقيقة يعني أثبتت هذه الوقائع وطالبت بأن يتم التزام بالضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها حسب المعايير الدولية، حتى أن الأمم المتحدة الناطقة باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعني أدانت وطالبت الحكومة العراقية بتعليق عقوبة الإعدام إلى أن يتم تعديل الإجراءات القانونية المتبعة في العراق وإيجاد وإخضاعها للضوابط الدولية، لأنه خاصة يعني مع وجود يعني حملات من الإعدام ترتقي يعني إلى المجازر، يعني كما يعني حدث في العام الماضي من عملية إعدام ل 38 شخصا دفعة واحدة، يعني هذه يعني لا تحدث في أي بلد من بلدان العالم التي تتبع الأصول والقوانين في المحاكمات وإنزال مثل هذه العقوبة القاسية. إذا هناك خلل قانوني كبير في الإجراءات القانونية المتبعة ابتداء من عملية اعتقال المتهم إلى أن يتم توجيه التهم له ويتم إخضاعه إلى المحاكمة. والحقيقة طالبوا بهذه، ولكن مع الأسف الشديد الحكومة العراقية لم تستجب لحد الآن ومستمرة في نهجها. نعم، من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.